مشكلة الجزائر في الحقيقة عرضوا أن يحولوها إلى شيء آخر، يحاولون الآن أن يعبثوا بالعلاقات بين الشعبين، يحاولون أن يجروا الشعب الجزائري لكي يسب الشعب المغربي ولكي يستفزوا الشعب المغربي ليرد بالمثل، وندخل في هذه الدوامة وتصير المشكلة بين الشعبين، في حين أنه الحقيقة الواحدة وما كان قد قاله يعني جلالة الملك من أنه نحن توأمان في جسد واحد، نحن شعب واحد في الأساس. واقع الدولة عندهم هم يعني شكل الدولة وواقع الدولة عندهم عقدة، وأنه لم تكن الدولة موجودة بنفس الصورة وبنفس الصيغة التي كانت تتواجد بها الدول قبل القرن التاسع عشر ولا بعد القرن التاسع عشر، يعني منذ عام 1500 وحوالي 12 كانوا تحت يعني السلطة العثمانية، بعد 1830 كانوا إقليما فرنسيا. هذه واقع تاريخي يعني يحاولون الهروب منه بأي طريقة، تفلت منه بأي طريقة، لكن أمامنا وقائع وقوانين ووثائق مربوطة. المشكل الحدودي مع المغرب، هو مع المغرب منذ البداية اختار مع الجزائر أن يحل مشكل في إطار ودي أخوي مع الإخوة في الجزائر بعد استقلاله. هم اختاروا شيئاً آخر، هم اختاروا أن يتمسكوا بأراضي الغير التي ضمت إليهم بطريقة غير شرعية وغير قانونية، واختاروا أن يحاولوا أن يقسموا المغرب إلى شطرين حتى لا يطالب لا بأراضيه التي بحوزتهم التي يقومون ب يعني احتلالها، ولا يطالب بأراضيه حتى التي لدى إسبانيا. يريدون أن يكبروه بهذا المبدأ، مبدأ حدود الموروثة على الاستعمار، لأنه لا يخدم إلا الدولة التي صنعها الاستعمار. هذا المبدأ يخدم الدولة التي صنعها الاستعمار. الجزائر صنعها الاستعمار، دولة بمساحة جغرافية كبيرة، يعني أراضي مقتطعة من كل دول الجوار، إذن يخدمها مبدأ الحدود الموروثة على الاستعمار. المغرب أرادوا أن يطبقوا عليه هذا المبدأ، لأنه المغرب هو أكثر بلد ظلمه الاستعمار، ظلم من الاستعمار، وظلم حتى من ما بعد الاستعمار، وظلم من الدول التي صنعها الاستعمار. إذا مشكلة المغرب مع الجزائر شيء آخر، جاءت من عقدة، لأنه برغم الاستعمار، برغم كل الظروف التي مررنا بها، بقي لدينا شكل الدولة الذي يسمونه مخزنا، والذي هو تقليد سياسي وقانوني للدولة، يعني على الأقل في إذا أرخناه في مراحله القريبة يبدأ من المخزن السعدي، المخزن السعدي ثم المخزن العلوي الشريف. فبالتالي هذا الواقع موجود. الأسرة التي تحكم المملكة المغربية الشريفة عمرها الآن 4 قرون. إذن هذه العقد التي لديهم مع هذا الواقع الدولتي السياسي القانوني الذي نحن عليه، أرادوا أن يكبلوه وأن يعني يثبطوه بافتعال مشكلات حدودية. يعني ما دمت كنت قادرا على أن تحافظ على وقائعك الاجتماعية، على استمرارية أمتك، على تاريخك، كنت قادرا على أن تحافظ عليه بهذه الطريقة، فلأقم بإضرار بك جغرافيا. يعني ما ربحته في التاريخ يريدون أن يخسروك إياه بالجغرافيا. هذا هو أدي اللعبة ببساطة. حينما فشلوا ذهبوا الآن إلى مستوى الدعاية المكتوبة المسمومة، التي كما قلت إذا وضعت أمثلة ونماذج أخرى في العالم تجد أنهم يتكلمون عن شيء موجود في العالم، مثل الهواء، مثل الماء، مثل الأسماك، موجود، مشكل موجود في أي مكان في الدنيا، لكن يحاولون أن يقول لك أنت بمفردك، أنت لوحدك في هذا العالم الذي لديك هذا المشكل، مشكل الحدود والجوار. حتى مشكلتنا مثلا معهم في الحدود الشرقية، لا هذا نقاش، لا هو نقاش فيسبوك، ولا هو نقاش انترنت، ولا هو نقاش أي شيء. هناك وثائق، نصوص، مسارات، مواقف لدول، أمور مضبوطة موقعة، هناك وقائع في العالم مشابهة طيب. يعني موجودة من هذا القبيل، لكن هناك حلول أيضا، دول عاقلة. يعني مثلا نحن لو كان عندنا مثلا اتحاد مغرب عربي منذ عام 89 إلى الآن، لما كنت تسمع هذا الكلام الآن؟ لما سمعنا هذا الكلام أساسا؟ لما انتبه المغاربة ولا الجزائريون إلى أن هناك مشكل حدودي بين المغرب والجزائر؟ لو كان هناك تعامل اقتصادي، لو كان هناك خطوط سكك حديدية ومطارات وموانئ بيننا، لما انتبه أساسا أي مواطن إلى أن هناك مشكل حدودي بيننا وبين الجزائر؟ ولا يعني للأسف لا يفكرون بمنطق الدول.